قام محسن نصر بتصوير عرض ليس بالقليل من الأفلام المهمة مع مخرجين متميزين، أبرزهم الكبير يوسف شاهين والمخرج علي بدرخان ورأفت الميمي وشريف عرفة. كان أول أعماله كمدير تصوير فيلم أختي مع المخرج الكبير هنري بركات. لا أستطيع أن أترجم مدى تأثيره على نفسي وعلى قلبي، فأنا أحب الناس كلها وأحبكم جدا، وأنا نجحت من هذا الحب. هذا هو سر نجاحي في هذه الدنيا، الحب. أحب والحمد لله أحبني الناس، وكل ده من رضا الله سبحانه وتعالى. أشكركم جميعا، وأنا سعيد أن ألتقيت بك، وأشكر المركز الكاثوليكي المصري لهذا الكرم العظيم واهتمامه بالفنانين العظماء الذين أثروا الساحة الغنائية والساحة السينمائية والمسرح وكل ما يتعلق بالفن. أشكره جدا جدا جدا، وأشكر الأب دانييل